بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم الأحد زرت المركز المخصص للتطعيم بالمستشفى الوطني، هو المركز المخصص لتطعيم عمال وأطيب الأطباء والطاقم كله في المستشفى الوطني، وأيضا المراجعين والمرافقين للمرضى بهذا المستشفى. وهي مناسبة لأهنئ القائمين على هذا المركز، وأدعو أيضا كافة المنتسبين المستشفى الوطني لإقبال على جرعات التلقيح. أعرف أنهم يعرفون، أعرف أنهم سبق وأن أخذوا هذه الجرعات، لكن لمن لم يأخذ الجرعة التعزيزية فعليه أن يأخذ الجرعة الثالثة. لكن هي مناسبة حقيقة لأدعو كافة الموريتانيين والموريتانيات والمقيمين بموريتانيا والمقيمات لإقبال على هذا الأسبوع، ما بقي من هذا الأسبوع الوطني للتطعيم. الأرقام حتى الآن معقولة لكنها ليست مشجعة بالقدر الكافي. بالتالي المطلوب لكل الموريتانيين، المطلوب منا كلنا، كل فرد منا، كل أستاذ طب، كل طبيب، كل ممرض، كل عامل منا، أن يقنع الآخرين أن يأتي بأهلي وجيرانه، ويقنع الجميع بأن يأخذ هذه الجرعات. إلى حد الآن هذه الجرعات وهذا التلقيح هو الواقي الوحيد من هذا الفيروس، والفيروس ما زال موجودا في العالم، وما زالت منظمة الصحة العالمية والتي هي صاحبة الاختصاص في هذا الموضوع تحذر من أوبة ورجوع للجائحة خصوصا في المنطقة الإفريقية. ولين ترجع هذه الجائحة لا عاصم منها حدثا يكون حد ذات قبض الجرعات كاملة والجرعة التعزيزية، حد اللي نجيه هذا الوباء وهذا المرض ذات قبض بإذن الله تعالى جرعات كاملة وجرعة تعزيزية لا يعود عليه أخف. وهون يالطنا كاملين نستغلوا ونغتنموا هاي الأيام الباقيات من هذا الأسبوع الوطني اللي مخصص واللي معبئ فيه كل الطاقات، والطاقم الصحي هون مشكور جدا ومأجور جدا على هذا العمل، وهون يوم الحد ويشتغلوا وهم نفسهم يعطوا المثل، ويطالبوا أيضا من الناس كاملة أن تقبل على هذه الأيام الباقيات من التطعيم حتى نصل الهدف المرسوم. وهون ملي مناسبة أشكر كافة المتدخلين في هذه العملية من كافة القطاعات الوزارية، وخصوصا الولات والمنتخبين الذين يشرفون على هذه العملية في باقي الولايات في هذه الظروف التي قد تكون غير مواتية جدا، لكن لا مناص لنا من الإقبال ومن بلوغ هذه الأهداف التي رسمناها من أجل الصحة العمومية، من أجل صحة المواطنين. ذلك هو النداء الذي وجهه هنا من هذا المكان الرمزي من المستشفى الوطني، حيث يقبل عمال الصحة على أخذ الجرعة التعزيزية الثالثة، وأيضا يدعون المراجعين والمرافقين للمرضى أيضا إلى أخذ هذه الجرعة الثالثة. من هنا أوجه نداء إلى الموريتانيين كلهم والمقيمين الموريتانية كلهم أن يأخذوا هذه الجرعات والجرعة التعزيزية، وأنه الآن مفتوح جرعة أيضا، هذه الجرعات مفتوحة لفئة عمرية من 12 إلى 25 سنة. هذه الفئة قد لم تكن مفتوحة لها الجرعات من قبل، وبالتالي الآن أيضا هي مطلوب منها الإقبال الكبير على هذه الجرعات التلقيح. أشكركم.